أنا ضد كل التصرفات اللي بيعملها مولانا ده، ما يناسبش سياسة البلد أبدا. أنا رأيي كده. ريتو كان خسر واحنا اللي كسبنا. يعني تفتكر حضرتك وانكل المالك كسب؟ طبعا يا ولدي كسب عرش. ايوه لكن خسر احترام الناس. الناس بتحترم الذكي اللي يقدر يحافظ على في ايديه. وافتكر الملك طلع انسان ذكي لانه قدر يحافظ على عرشه. ايوه قدر يحافظ على عرشه، انا معاك، انما باي ثمن يا علاء؟ مش مهم، المهم ان الواحد ما يسيبش حاجه. اف يا جماعة مش ممكن. ايه احنا هنقعد طول اليوم نتكلم في السياسة؟ انجي بقولك ايه، تعالي اطلعي معايا فوق علشان افرجك على الفساتين الجديدة اللي اشتريتها. تجنن، يلا. اختك تافهة قوي يا ابراهيم. يعني انت اللي مش تافه. ايه يا انجي، ما بتطلعيش مع سهيلة ليه؟ مالك يا حبيبتي؟ انتي سرحانة فيه؟ ازيك يا ام زنوب؟ اهلا وسهلا يا سعاد. الله يكرمك. الحمد لله. ازيك انت؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. ام الكريمه فين؟ ايه جوه حندهال. انت جيت علي. ازيك انا كنت قلقانة عليك قوي. ياه انت كنت قلقانة عليا انا بس يا كريمه، لكن احنا كنا قلقانين على مصر كلها. لا يا ابني، حصل ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه ام زنوبه، كل حاجه رجعت زي ما كانت. اتغديت؟ اتغديت ايه؟ انا عايز انام، انا من ساعه ما شفتك امبارح ما نمتش ولا ساعه واحده. يعني مروحتش البيت؟ لا مش عارف، لقيت رجليا جايباني لغايه هنا. وماله يا ده بيتك ومطرحك يا حبيبي. خش يا اما حضري له الحمام. حاضر يا بنتي. كانت ليله اسود من قرن الخروب، كنا قاعدين في قياده الحرس، وفجاه يابا فجاه كده بالراحة. انت هتخلعي الجزمة ولا هتخلعي رجلي؟ تستهلي، ما هو انت اللي جايباها لنفسك، ما تسيبيه يقلع الجزمة بنفسه. على رأي المثل اخر خدمة الغز علقة. يعني يا خالتي ما انت شايفة وجهي تعبان ازاي؟ خلاص خلاص. ايه وبعدين كمل يا حسين. يا فجأة دخلت علينا القوات البريطانية من غير لا احم ولا دستور، راحوا قابضين علينا. قبض عليهم عزرائيل خد اجل. يا ابني انت مالك ومال الحرب دي؟ هو انت زي اخوك؟ استني انت يا توحيدة. انا هفهمها يابا، هفهمها. عشان علي يعني ضابط جيش ياما وانا ضابط بوليس. طب ايه رايك بقى ان انا احسن واحد يحارب؟ يا اخوانا خلونا في موضوعنا بقى. اهي كمل يا حسين. وبعدين ما خلوش واحد يابا لما قبض عليه، حتى الحرس شالوهم وحطوا بدلهم حرس انجليز. قالوا لي بس ان جلالة الملك ادى اوامره ان احنا ما نشتبكش معاهم، كنت دورت فيهم الذبح. يا ترى انت فين دلوقتي يا علي؟ أنا خايفة، خايفة إنه يشبك مع واحد من الإنجليز. طمني يامه، أنا عارف هو شابك مع مين دلوقتي. صحي النوم يا حبيبي. ايه الساعة كام؟ بتسأل على الساعة ليه؟ اصل خايف اكون اتأخرت في النوم ويقلقوا عليا في البيت. ابقى كلمهم في التليفون. احضر لك الاكل، انت اكيد جوعت. انت اتغديتي؟ معقولة اتغدى لوحدي وانت هنا؟ على فكرة انا مش رايحة الشغل النهاردة، وانت كمان مش هتنزل من هنا الا على الشغل. ايوه بس انا خايف يقلقوا عليا في البيت. انت مش كان عندك طوارئ امبارح؟ ايوه. خلاص يبقى عندك طوارئ النهارده. الاجنان قطع شوط كبير قوي. وبعدين ما تنساش الحشد وبعد القاعده وطول المواصلات، كل دي حاجات مش سهله.
انا جربت اصل حرب الصحراء احنا في المده اللي كانوا مشردين فيها. مين اللي شردوك يا علي؟ ايه ده؟ انت بتسالني انا؟ ما تسال الاداره يا اخي. كان بيتهيألي انك تعرف اكتر من الاداره. تقصد ايه يا سلمان؟ اقصد ان اداره السواري مالهاش ذنب في اللي حصل. وانت عارف كده كويس، انت عارف انهم بيحبوك في الاداره. الاوامر اللي صدرت بابعادك عن القاهره ونقلك لسلاح الحدود. لكن الحقيقه كان حرب السواري والقائد رفضوا انهم ينقلوك للسلاح، وما لقيناش حل ساعتها غير انك تمسك قياده الدبابات في سيوه. صدقني يا علي، الاوامر اللي صدرت من جهات عليا مش من اداره السواري. انا مين عشان جهات عليا تهتم بامري قوي كده؟ ما تعملش نفسك مش عارف. انت عارف كويس قوي ان الامير اسماعيل مش صعب عليه انه يبعدك. جايز. على العموم خلاص، الموضوع عدى على خير. بس انا لغايه دلوقتي مش عارف انا رجعت تاني ليه ومين اللي رجعني. مش مهم. المهم دلوقتي انك ما تعملش اي حاجه تشيل المساله من جديد. تقصد ايه يا سلمان؟ تقطع علاقتك بانجي دي خالص، لا تكلمها ولا تتصل بيها، لان ابوها لو عرف انك لسه على قيد الحياه جايز يطلب نقلك تاني، وجايز يطلب طردك من الجيش خالص. بعدين انا مستغرب يا اخي، علاقتك بالرقاصه دي ما قدرتش تنسيك؟ صدقني يا سلمان، انا علاقتي بانجي خلاص انتهت. بس ساعات كده بفكر فيها، مجرد تفكير. تفتكر يعني التفكير ده بيضايقهم؟ اسمع يا علي، تفكيرك من حقك لوحدك، لكن اللي انا مستغرب له ومندهش له انت ازاي تفكر فيها وانت عارف انها خلاص اتجوزت. صدقني يا سلمان، انا مش عايز اشوفها ولا اكلمها او اسمع عنها اي حاجه، لكن ما اقدرش انساها. انجي دي بقت محفوره جوايا، بقت في دمي، بقت مرض مزمن ملوش علاج. نطتش النور يا غير الخامة دي يا الزوق دي. انت ايه؟ ايوه جرب بقى شوية يا اخي الرخامة بتاعتك، انما انت يعني اليومين دول اخر استقامة، ترجع قبلي وبتنام. الملك بتاعك بطل يسهر يا اخويا بره، صار عليه وكمان يخاف من الغلط. وانت بقى بتخاف من ايه؟ من الجوافة. ما تطفي النور يا اخي وتخلي عندك دم. افهم من كده بقى انك بطلت صرمحة وناوي تتجوز وتقعد في البيت. انا اللي بتصرمح برضه يا علي؟ انا اعرف بتروح فين كل ليله. هروح فين يعني؟ عند جماعه اصحابي. بس شكلك كده يعني مش راجع من عند جماعه اصحابك. اكون فين يعني؟ علمناهم الهلس سبقونا على الكباريهات. انت عارف ان انا ماليش في الهلس بتاعك. اخو انا الهلس بتاعي بقى بالنهار. الملك بيفضل نايم طول النهار ونسهر بالليل بينشن على يوم ما فيهوش غارات، او بيسهر في السرايا مع الحناكيش بتوعه. وقت في النور بقى عشان عايز انام. تعرف يا سلمان، انا متهيألي ان الالمان هم اللي هيكسبوا الحرب. رومي الكابس جامد قوي على الحلفاء في العالمين. تعرف ان المعركه دي هي اللي هتحدد مصير الحرب كلها. انت اصلك ما تعرفش المصيبه اللي هتحصل. ايه؟ مش الالمان هيدخلوا مصر؟ من الانجليز للالمان يا قلبي لا تحسن. اللي انا عايز اقوله لك يا علي ان الانجليز لو اتهزموا في العالمين هتبقى مصيبه سودا، لانهم ناويين يغرقوا الدلتا. يعني ايه الكلام ده يا سليمان؟ عايزين يفتحوا القناطر الخيريه ويدمروا كباري وجسور الوجه البحري ويفتحوا الميه ويغرقوا الدلتا. ليه؟ عشان الالمان ما يقدروش يعدوا بعربياتهم ودباباتهم ويوصلوا القاهره. انت عرفت الكلام ده منين يا سلمان؟ عرفته امبارح من صديق الصحفي حسن عبد المعبود. وازاي رئيس الحكومه يوقع على حاجه زي دي؟ مش هما اللي جابوه، يعني مش هيقدر يعرضهم في حاجه. وافرض يا اخي هي البلد دي مالهاش ملك؟ الملك ملك مغلوب على امره. هيعمل ايه ما دام هو في وادي ورئيس الحكومه في وادي والشعب كمان في وادي تاني؟ الملك عايش على امل واحد بس، ان الالمان يهزموا الانجليز. تفتكر يا حسنين؟ ده اكيد يا مولاي. الجيش البريطاني بقى في منتهى السوء،
انا بلغني ان معظم العساكر ما بتفوقش من السكر، وان بعضهم باع اسلحته للمصريين، ومن يومين مش فاكر مين قال لي ان في ضابط انجليزي عاوز يبيع له عربيات، والعربيه ب 200 جنيه. يخرب عقلك يا حسنين، اما عليك تشنيعات. لا مولاي دي حقائق. دول بيقولوا كمان ان الجنرال قائد القوات ساعات بيدير المعركه وهو في القاهره، وشويه وهو في اسكندريه، وجنبه صاحبته المصريه اياها طريقه الواد الممثل الخيبان ده اللي عامل لي دون جوان، وفاكر ان كل الستات بتموت فيه. قد كده بتكرهه حسنين؟ ده انت حتى مش طايق تقول اسمه. لا يا مولاي ابدا، انا طول عمري بعامله كويس لحد ما افتكر ان انا كنت ورا طلاقه منها. غبي، كانش يعرف انها طول ما كانت معاه كانت على علاقه بغيره. غيره؟ غيره ده اللي هو انت حسنين مش كده؟ مولاي دي كلها اشاعات. ما علينا، خلينا في المهم. ما بلغكش ان انجليز ناويين يعملوا ايه في حاله هزيمتهم في العالمين؟ جربتك تقصد موضوع اغراق الدلتا؟ انا طبعا عرفت وسمعت كمان ان النحاس باشا عنده خبر بالموضوع، او بمعنى ادق موافق عليه. ايه ده؟ يعني ناوي يخربها ويقعد على تلها؟ ازاي ما قلتليش موضوع خطير زي ده؟ انا هبعت للنحاس باشا يجي حالا عشان اشوف ازاي يوافق على اجراء زي ده. انا رايي يا مولاي بلاش، ما تخليهاش تيجي من جلالتك. مش فاهم. انا فاهم النحاس باشا كويس قوي، كفايه بس ان مكرم عبيد يقول له ان ده غلط، وجلالتك طبعا عارف مدى تاثير مكرم عبيد على النحاس باشا، ولنفرض ان مفيش حد قدر ياثر عليه. انا هصر بالموضوع في مجلس الشيوخ، وساعتها محدش هيسكت، بس انا واثق ان مكرم عبيد هيقدر ياثر على النحاس باشا. ايوه يا مكرم، في ايه؟ حتى انت يا مكرم بقى الاشاعه تطلع من السرايا تقوم انت تصدقها؟ يا مكرم انت تصدق ان انا اعمل كده اغرق مصر؟ ما هو الملك مفيش حاجه غيظاه غير شعبيتي، ازاي يبقى هو ولا حاجه وانا زعيم الامه؟ جننت دي ولا ايه؟ ان شاء الله. اشوف ادي الايه التعليقه هي. ايوه بس بص، وادي الاثنين واقفين اهو، ادي علي. ايوه علي الطويل ده. ايوه وادي حسين. ايوه ولاد حسين. وفي ايد كل واحد منهم عروسه. أيوة. بص عروسه. أيوة. بص عروسه. أيوة. علي. انما بقى شوف حسين واقف يضغط في عروسه. لا ده باين انه بيخنقها ولا ايه ده؟ بيخنق ايه يابا بس؟ وعروسه ايه؟ لما انت قاعده تقري له الفنجان وانت قاعده مبسوطه وعبيطه زي ما انت، ولا على بالكم حاجه. هو في ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل يا حسين؟ ولا حاجه، كل ما في الامر ان سرومر هيشرف عندكم هنا بكره يا بعده. مين سرومر ده يا عبد الواحد؟ ايه ده القائد الالماني توحيد اللي بيحارب الانجليز في العالمين. يعني الانجليز هيسيبوا مصر والالمان هيدخلوا بدالهم ياما؟ طب ومين فيهم لحسان؟ ملع من ستي الا سيدي. لا يا حسين يا ابني، ده بيقول لك نار الالمان ولا جنه الانجليز، ده حتى بيقولوا ان هتلر بيعز الاسلام قوي. بيعز ايه بس يابا؟ انت بتصدق الاشاعات اللي بتتقال دي؟ دول مش بس خلوه بيعز الاسلام، دول خلوه اسلم وسموه الحاج هتلر. اشاعات ايه يا حسين يا ابني؟ لا معلش بقى، لا معلش انت ما تعرفش، اسالني انا. عبد السلام افندي بيقرا لي الجورنان كل يوم، وقال طب ايه رايك انه قال لي ان هتلر قابل الشيخ امين الحسين في فلسطين. يعني انت موافق ان هتلر يدخل مصر؟ يعني احنا بايدينا حاجه. على العموم بقول لك يا بنت بهيه، من بكره اوعي تفتحي باب الشقه لحد، لحسن يطلع عسكري الماني ويدور فيك قدام. يا لهوي يا لهوي، هم هيطبوا على البيوت كمان. ازيك يا حسين؟ اللي قول لي يا سي علي، هو الكلام اللي بيقوله سي حسين ده مظبوط؟ جرايبه اهي، هو انت اي حد يقول لك اي حاجه تصدقها كده على طول؟ ايوه طبعا. خلاص بقى، يبقى اللي بيقوله حسين صحيح، انك هبله. الافندي اللي قاعد قدامك ده ما يعرفش اي حاجه طول الله برسيمه. طب قول لنا انت يا ابو العريف، لغايه كام يوم كان الامل كبير قوي في انتصار الالمان، لغايه ما خطوط امداداتهم اتقطعت. الموقف بالنسبه لهم دلوقتي اصبح في خطوره. يعني ايه يا علي يا ابني؟ الانجليز هم اللي هيكسبوا وهيفضلوا كاتمين على نفسنا؟ كل دي احتمالات يابا،
مفيش حاجة أكيدة في الحرب. طب وأنت عايز مين اللي يغلب علي؟ أنا عايز الاتنين يتغلبوا ويحلوا عن سمانة. طب يا علي يا ابني، الكلام اللي بيقولوه عن الحاج هتلر ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ حاج هتلر إيه يابا؟ دي دعاية عاملاها الألمان عشان لما الإنجليز يتراجعوا ما بقاش ليهم ضهر. المستعمر هو المستعمر يابا، حتى لو كان من أعز القرايب. ألو، جود مورنينج يور إكسلنسي، إزاي الأحوال يا جناب السفير؟ الحمد لله. أمر يا جناب السفير، أنا تحت أمرك. أنا عايز منك تحديد مقابلة مع جلالة الملك فاروق. لا 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 لا، أنا عايز مقابلة على وجه السرعة حسنين باشا. عظيم، فيري جود حسنين باشا. يا ترى كنت عاوزني في ايه يا سير مايلز؟ جلالة الملك، بصراحة في خطر محتمل على جلالتك. خطر؟ خطر علي انا؟ تقصد ايه يا جناب السفير؟ الموقف مش تمام في العالمين، ممكن الالمان يدخلوا مصر. ساعتها الخطر مش هيبقى عليا انا لوحدي، هيبقى على مصر كلها. جلالتك رمز للبلد دي، ممكن الالمان يحاولوا يحطموا الرمز ده. عشان كده لو جلالتك تفكر تروح مكان تاني يا ريت نكون عارفين. احنا مستعدين نقدم لجلالتك جميع التسهيلات ونكون في خدمتك في اي مكان جلالتك تختاره. يا جناب السفير، انا لو اخترت مكان هختار مصر، هعيش واموت في مصر. خير يا نبي السفير؟ الملك فاروق ده مكار كبير، هو فاكر ان احنا مش عارفين علاقته بالالمان والايطاليين وعامل قدامنا وطني ومش عايز يسيب مصر. لكن لازم يفهم كويس ان احنا كمان مش هنسيبه. جلالته قال لك كده يا جناب السفير؟ بالظبط يا رفعت الباشا. خلاص، يبقى ده اللي هو ناوي يعمله. واعتقد ان فكره انه يهرب من وراكم تاكد انها غير ورده. جلاله الملك شخصيه عنيده، وجنابك عارف العنيد لا يمكن يهرب. ورفعتك قررت ايه؟ بخصوص ايه؟ يعني لو الالمان دخلوا مصر، تحب رفعتك تتنقل مع باقي الوزراء لأي مكان وتعمل حكومة في المنفى زي ما عمل ديجول؟ لا يا جناب السفير، في الحالة دي أنا هفضل هنا، واللي هيجرى على الشعب يجرى على زعيم الشعب، مش كده ولا إيه؟ ومالا، خليه قاعد معايا، لكن المرة الجاية حسنين أنا اللي هشيله. لازم يا فندم، يعني هو اللي عمله شوية. تفتكر يا حسنين في الظروف اللي احنا فيها دي مين يمسك الوزارة؟ مفيش غيره يا فندم، التعرب المكار اسماعيل صدقي باشا يا مولاي. وليه اسماعيل صدقي باشا بالتحديد؟ لانه اقدر زعيم لمواجهة الموقف، يعني اقدر اعتبره رجل الساعة. هو معروف بصداقاته الطويلة لرجال السياسة الانجليز، لكن ما تورطش معاهم اثناء الحرب. الحاجه الثانيه انه اظهر نوع من الميول والصداقه لالمانيا في بدايه الحرب، وده اللي خلى الاذاعه الالمانيه تشيد بيه من غير ما يخسر حسن ظن الانجليز بيه. صدقني يا مولاي، لو كان اسماعيل صدقي هو رئيس الحكومه حاليا كان قدر يحدد الموقف من كل الجوانب. ازاي يعني؟ كان هيعمل ايه؟ كان ممكن بصفته رئيس الحكومة المصرية انه يبعت رسالة لروميل يشرح له فيها موقف مصر المستقل من الحرب الدايرة ومن الناحية الدولية، وبعد كده يطلب من روميل انه يحدد نوايا ألمانيا بالنسبة لمصر. جلالتك شايف اللي بيعمله رئيس الحكومة،
او زعيم الامه زي ما بيقولوا، مش قادر يتخذ قرار في اي حاجه، ولا حتى كمان قادر يحدد الموقف العسكري. كل اللي طالع عليه انه في كل حته عمال يقول الحاله مطمئنه الحاله مطمئنه، بيردد كلام اسياده الانجليز. مالك قلب عليه كده ليه يا حسنين؟ والعمل ومعجلاتك كان شويه. على العموم انا مش هستريح الا لما اخد بطار جلالتك منه. ما تخافش انا مش ناسي، انا هاخد طاري بايدي يا حسنين. مين؟ بخيل كارلس برجر انت مين؟ انت مين؟ انا بخيل كارلس برجر عسكري الماني. يا خالتي وعي يا خالتي، في واحد الماني هنا. يا لهوي يا لهوي الماني يا دور عم الماني الماني يا الماني. في ايه حصل في البيت؟ الماني الماني واحد يا دور عم الماني الماني قال لك عاوز عبد واحد الماني. هتسيب العرب منك ليه؟ بس الماني ده ايه؟ وايه اللي هيجيب الالماني عندنا؟ ايوه بص بدوس بدوس ابو واحد. قال اسمي بالالماني. لا 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 ما هو ده. افتح يا عبد واحد. هو انا بس انا بخيك انا سيجا فرو ماي لوك. مين وستريك السو؟ مين مين وستريك السو ابو واحد؟ انا عبد واحد. اسكتي اسكتي. خلاص اطمني، الالمان لا هيبقوا جوه ولا بره ولا هيدخلوا ولا هيخرجوا. ليه؟ ايه اللي جرى يا ابني؟ رومل انهزم وما نفعتهوش دعوات هتلر. ايه ده؟ الالمان اتهزموا؟ معقول؟ انت بتتكلم جد يا حسين؟ الاخبار لسه واصله السرايا، وانا سايب الملك قاعد زيك تمام يابا، متنكد. معقول؟ معقول ده يحصل يا حسنين؟ الانجليز يغلبوا الالمان؟ معقول رامل ينهزم بالشكل ده؟ ده من سوء حظنا يا مولاي. انا كان عندي امل كبير ان الالمان يكسبوا، لكن على العموم هم خسروا معركه والانجليز ما كسبوش الحرب. لا يا حسنين، المعركه دي كانت اهم معركه. لو كان الالمان كسبوها كانوا سيطروا على كل الدول الافريقيه وتحكموا في كل الطرق البحريه اللي انجلترا بتعتمد عليها. يعني كانوا خانقوا الانجليز. السفير الانجليزي عامل احتفال كبير قوي بمناسبه الانتصار العظيم ده، وبعت لجلالتك الدعوه. لا لا انا مش هحضر حفلات من دي ابدا. لا 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 يا مولاي، وجود جلالتك في الاحتفال ده مهم جدا، وهناك تبين لهم ان جلالتك سعيد جدا بالانتصار الكبير ده. عشان ايه ده كله حسنين؟ عشان ايه اللي انا اضغط على اعصابي وافضل طول القعده انافق؟ انا من ساعه ما قابلت الراجل اسمه مايلز ده وانا بكرهه، وفي الاخر تقول لي اروح ابارك له؟ السياسه بتقول كده. احنا دلوقتي كل مصالحنا معاهم، وجلالتك عارف ان مايلز دايما كان بيشتكي ان ميول جلالتك للطلاينه والالمان. بكره مايلز لازم يعرف كويس قوي ان جلالتك سعيد جدا لانتصار بريطانيا العظمى، وفي نفس الوقت ان عمر جلالتك ما كان ليك ميول لدول المحور. كان نفسي اشمت في الحيوان ده يا حسنين. الايام دول يا مولاي، ومحدش يعرف بكره هيحصل ايه. على كده بقى انا مش هقدر اشيل النحاس باشا من الوزاره. عشان كده انا عاوز جلالتك تروح الحفله دي، ويا ريت بقى من هنا ورايح علاقتك بالسفير البريطاني تتغير. لازم يعرفوا ويفهموا كويس قوي ان الملك فاروق اللي اتربى في انجلترا هيفضل مدين بالولاء لانجلترا. دي غلطة شنيعة. ازاي السفير البريطاني يعزم كل افراد العيلة المالكة وما يعزمنيش انا في مناسبة زي دي؟ يا بابا ده ما عزمهمش كلهم، ده عزم كام واحد من الامراء علشان يمثلوا العيلة المالكة. يعني يعزمك انت ويديها لي انا؟ يا بابا ما هو انا بالنيابه عن حضرتك. انت مين انت علشان تنوب عني؟ اكيد عزم البرنس ابراهيم جوز اختك. حصل يا بابا.
انا عارف ده شغل مين، ده شغل حماك البرنسيوس يا عايز يغزني، عايز يعتقد مني علشان انا بكسبه في كل حاجه. يا بابا البرنس يوسف ملوش علاقه بالموضوع ده خالص. امال مين اللي بعت الاسامي للسفير؟ معرفش يا بابا، لكن ماما بتقول انهم اتصلوا باسمه ولي العهد علشان يعرفوا منه اسامي العيله الملكه. خلاص يبقى هو ولي العهد. لا لا يا امك، انا على العموم يا بابا ما يهمنيش ان انا اروح حفله زي دي. ايه اللي يهمني يعني الانجليز ولا الالماني يكسبوا ولا يخسروا في الحرب؟ انا معرفش الحرب دي قامت فين من اساسه. على العموم لو حضرتك متضايق تقدر تاخد الدعوه بتاعتي وتروح بيها. تجننت يا ولد، انا اخد الدعوه بتاعتك ليه؟ انت فاكرني متطفل؟ واروح حفل عامل السفير البريطاني اللي لسه برد تصير، الله اعلم اذا كان هيبقى لورد ولا لا. انا حفيد محمد علي باشا اللي كان قاعد بالاوباش دول وكانوا عاملين له الف حساب. امال حضرتك مهتم بالموضوع ده قوي كده ليه؟ مين اللي قال ان انا مهتم؟ انا الحكايه كلها كنت عايزهم يبعتوا لي دعوه وبعدين انا ارفضها. كنت عايز ارد الالم بتاعهم. الم ايه بس يا بابا؟ الم ايه؟ وانت ناسي يا ولد انهم كانوا هيعزلوا الملك فاروق ويعينوني انا ملك بداله؟ امتى الكلام ده؟ يا ولد ده انت اللي قايل لنفسك. انا قلت لحضرتك اللي انا سمعته، كانوا بيقولوا ان هم ناويين يشيلوا الملك ويعينوا واحد من العيله المالكه، لكن ما حددوش مين بالظبط. هو في حد في العيله المالكه ينفع يبقى ملك لمصر والسودان غيري انا؟ وراديو دخلوك السفاره البريطانيه؟ امال ايه يا ابني؟ انت ناسي ان رجلي على رجل مولانا؟ اطرح ما يروح بروح معاه. اما كانت حته دي الحفله علي يا خبر ابيض، الامراء بتوع مصر كلهم والبشوات والسفرة والعيله المالكه كلها تقريبا كانت هناك. العيله المالكه كلها كانت هناك؟ ايوه، شفت الزفت اللي اسمه علاء. علاء مين؟ ابن الزفت اسماعيل. ومين تاني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت القلب هيبتدي يتحرك ولا ايه؟ احنا ما صدقنا علوة قلبك جامد ونسيت ست الحسن والجمال. انت عارف يا حسين؟ انا مشوفتهاش بقالي قد ايه؟ قد ايه؟ اكتر من 3 سنين. وكم شهر؟ وكم يوم؟ وكم ساعة؟ وكم دقيقة؟ تقصد ايه؟ قصدي يا علوة انك لسه غرقان في الحب. واي واحد يسأل عن واحدة لازم يكون بيحبها؟ لا يا اخوي، بيكرهها. بس تعرف يا علوة، كويس انك لحقت نفسك عرفت البنت اللي اسمها كريمة دي، وإلا كان زمانك غرقان لغاية دلوقتي في الوهم بتاعك ده. على رأي الشاعر، داوني بالتي كانت هي الداء. طب بس بقولك ايه، هي كان باين عليها ايه؟ مش فاهم. يعني كانت مبسوطة، زعلانة، كانت متضايقة، عادية؟ كان باين عليها كل اللي انت قلته ده. اسكت علي. كان في حتة فرد هناك من العيلة المالكة، فرد صح بقى، يعني حاجة من اللي هو الواحد عارف تبص تبقى مش عارف، يعني تتخيل حاجة على الفرازة. مش تقول لي انجي؟ مش تقول لي ساعتها بقى امنت ان انجي دي مش احلى واحده في الدنيا، في احلى منها بكتير. طب بلاش رغي بقى وسيبنا نام. يعني انا اللي رغيت يا علي؟ مش انت اللي سالتني وانا كنت برد على سؤالك؟ طب ايه رايك بقى انك لو سالتني اي حاجه بعد كده مش هجاوبك، حتى لو قعدت تتنطط قدامي. ايه مالك؟ ويعني هي كليه اركان حرب دي لازم تذاكر فيها مع صاحبك؟ امال انت عايزاني اذاكر مع مين؟ ما ينفعش تذاكر لوحدك؟ لا ينفع طبعا. خلاص طالما ينفع ذاكر هنا، اظن مش هتلاقي هدوء اكتر من عندي. ايوه بس سليمان عايزني اروح اذاكر معاه. خلاص خليه يجي يذاكر معاك هنا. معقول يا كريمه؟ ومش معقوله ليه؟ مش ده بيتك؟ ايوه بس. بس ايه؟ قول اني قريبتك ولا يعني ما ينفعش ابقى قريبتك؟ لا ما ينفعش تكوني قريبتي. عندك حق، ما هو مش ممكن واحدة زي تبقى قريبتك. هو ده السبب؟ لا مش هو السبب ده. لا امال ايه هو السبب؟ السبب ان سليمان عارف العلاقة اللي بيني وبينك، وبعدين انا ما اقدرش اكذب عليه واقول له انك قريبتي. طالما عارف العلاقة اللي بيني وبينك تبقى فين المشكلة؟ مشكلة في سليمان نفسه،
اصل انت متعرفيش سليمان ده، ده انسان مثالي زياده عن اللزوم، مش ممكن هيفهم ولا هيقدر العلاقه اللي بيني وبينك. الله 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 الله، مالك يا علي قفلت الكتاب ليه؟ خلاص بقى يا اخي، انت ايه ما بتتعبش؟ يا ريت كل التعب زي تعب المذاكره يا علي. ايوه سليمان، بس احنا كمان يعني لازم ننام بدري النهارده. اشمعنى يعني؟ يعني بكره عيد الجلوس الملكي، والجيش لازم يروح يهني ويقسم القسم الجديد. احنا مش هنخلص من التشريفات دي بقى، وبعدين ايه حكايه القسم الجديد دي؟ الله الوطن الملك. الله الملك الوطن. جلال سولو، انت عايز تودينا الداهيه ولا ايه؟ انت نسيت القسم الجديد ولا ايه؟ هو المفروض مين الاول يا علي؟ الوطن ولا الملك؟ انا عايز افهم يا اخي، انت بتسالني انا ليه؟ ما تسال قائد الجيش. قائد الجيش محتار يعمل ايه ولا ايه عشان يثبت للملك اخلاصه وولائه، وفي الاخر زودها وخلى الملك قبل الوطن. انت بلغك ان في تذمر في الجيش عشان اللي بيحصل ده؟ الفساد مش في الجيش بس يا سليمان. الجيش ده رمز يا علي. ده العزة والكبرياء والكرامة، مش الذل والمهانة. المفروض الجيش ده بيخدم مين؟ المفروض بيخدم الوطن. للأسف اللي بيحصل غير كده خالص. الجيش دلوقتي بيخدم الملك وبس، وده السبب اللي خلى قائد الجيش يغير القسم ويبدل كلمة الوطن ويخليها بعد الملك. ده كلام يا سليمان. المهم إحساس ضباط الجيش إيه؟ الملك عندهم أهم ولا الوطن؟ ولو كان الملك فضل زي ما بدأ وأصبح قدوة في الكفاح والنضال، ما كانش القسم ده هيفرق في أي حاجة، كان ساعتها هو والوطن هيكونوا حاجة واحدة بس. لكن للأسف اللي بيحصل غير كده. مواقف المتخاذلة خيبت أملنا كلنا وهربها. هربها لما حب يشيل وزارة النحاس باشا ويجيب وزارة تانية، جاله أمر من السفير البريطاني بيقول له التغيير ممنوع. والزعل مرفوع. بتتريق يا علي؟ يا سليمان صدقني، البلد دي بتاعتهم هما، مش بتاعتنا احنا يا مصريين. انا مش عارف الملك استسلم ازاي كده واصبح يتلقى منهم اي اوامر وينفذها. الملك ده انسان واقعي، مش عايز يكون ملك سابق او ملك مطالب بعرش مصر. خلينا في حالنا يا سليمان. حالنا ايه يا علي؟ حالنا ايه بس؟ ما هو ده حالنا. بقول لك يا سولم، احنا نذاكر احسن بدل الكلام في السياسه. اهي مراتي حضرت لنا العشاء، تعالى بقى نتكلم واحنا بناكل. لا لا لا، هو كل يوم. تقصد ايه؟ يعني كل يوم اتعشى عندكم يا اخي. بالذمه ما انتش مكسوف من نفسك يا علي، ده انا لحم كتافي ده من طبيخ الست ام علقه. انت نسيت الوزه المحمره اللي كنت بقعد انا واخوك حسين اختفوا من بعض؟ انت لسه فاكر؟ كانت ايام يا سليمان. بس وحياه ابوك بقى، انا لازم اروح اتعشى النهارده مع كريم. وطي صوتك خالص، مراتي واخده عنك فكره انك ملاك طاهر عفيف، عشان كده يا سيدي بتدور لك على عروسه. لو سمعتك كريمه. ايه؟ بتخاف منها؟ بالعكس، كريمه دي انسانه رقيقه قوي، عمرها ما طلبت حاجه، بترضى بقليلها. تصور يا سليمان، الناس عاد بتقول لي انا عارفه ومتاكده ان هيجي اليوم اللي انا هسيبها فيه. هسيبها، بس ساعتها بقى انا هعمل ايه؟ يا ترى اليوم ده هيجي امتى يا علي؟ يا سليمان انت بتتكلم عن ايه؟